أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الإنسان لا يرجع إلى الدنيا، فهل كان الذين يحييهم عيسى عليه السلام من الموتى يرجعون إلى الدنيا؟ هذه معجزة يا أخي، معجزة خاصة بعيسى، ما تحصل لكل أحد. المعجزات غير الأمور العادية، هذا جعله الله على يد عيسى معجزة عليه الصلاة والسلام. مثل القرآن، هل أحد يستطيع أن يأتي بالقرآن أو بشيء منه؟ ما أحد يستطيع. هذه معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزات لها شأن لا يستطيعها البشر، ولا تحصل إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.